مساء الخير مشاهدي قناة ماي لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. حضراتكم مصر والمصريين بعد ثورة 30/6 قررت انه يبقى في اصلاح اقتصادي. بعد طبعا ما المصريين طلعوا بالملايين في 30/6 وخرجوا الارهاب من حكم مصر والاخوان المسلمين اللي هم الارهابيين من حكم مصر، قرروا ان هم يعملوا اصلاح اقتصادي في البلد اللي تأجل بقاله سنين طويلة جدا في تاريخ مصر او تاريخ المصريين. ما زال المصريين على عهدهم بان هم زي ما بيقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طول الوقت في كل المحافل الدوليه وفي كل لقاءاته وفي كل الخطب بتاعته، انه البطل الاساسي والاول والاخير في تحمل الاصلاح الاقتصادي في مصر هو الشعب المصري، ان هو يستحمل ويبقى فاهم ويبقى عنده الوعي لان هو ماشي في الطريق الصحيح لمصر جديده، مصر اقتصاديا تبقى افضل، مصر يبقى فيها الدعم بيوصل أكثر وأكثر لمستحقيه مش للناس اللي ممكن تكون بيستغلوا الدعم ده وما يكونش من حقهم. مصر ما زالت مستمرة وهتفضل مستمرة في ترشيد دعم المواد البترولية. مرينا بكذا مرحلة في السنوات الماضية ومن المتوقع ان احنا نستمر في الإصلاح، هذا الإصلاح الاقتصادي، دعم ترشيد الدعم المنتجات البترولية. ده معناها ايه ترشيد الدعم؟ معناها ان انا لما يبقى عندي بند هنا ممكن يكون فيه كم كبير جدا من المليارات بتتصرف في هذا الاتجاه، هنرشده، يعني هنقول ان احنا مفيش داعي نحط هنا، وخصوصا ان احنا لما بنحط في البند ده ما بيوصلش للإنسان المصري أو المواطن المصري اللي محتاج هذا الدعم بالشكل الكبير، وممكن ناخد هذا الكم من المليارات اللي ممكن نوفرها في السنة نحطها في عدة بنود. وده بكل بساطة شديدة اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل، اللي حصل قبل كده واللي بيحصل واللي هيحصل في المستقبل القريب أو البعيد، إن احنا بنحاول نوفر 37 مليار مثلا جنيه مصري في 2019 من دعم المنتجات البترولية، 2018 وفرنا 21 مليون مليار أنا آسف جنيه مصري في 2018، و2019 هنوفر 37 تقريبا مليار جنيه مصري. نحاول بقى في الموازنة الجديدة اللي كان بيتابعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع الحكومة، عندنا خبر في الأخبار بيقول الكلام ده، إن احنا بنحطها في أكثر من 25 بند في الموازنة الجديدة اللي بنحاول نوصل أكثر وأكثر هذا الدعم لمستحقيه. مثلا بكل بساطة شديدة، مثلا في مشروع تكافل وكرامة، تكافل وكرامة يعني الإنسان الفقير قوي 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 اللي هو ما عندوش كوتو، إذا كان ست كبيرة أو راجل كبير أو حتى عيلة في أرياف مصر ممكن ما تكونش لاقية جنيه تصرفه ازاي بشكل او باخر، وده عندنا للاسف الشديد في بعض القرى والمحافظات. حصل ان في 100,000 اسره في مشروع تكافل وكرامه زادوا على هذا المشروع ليصل الى 18 مليار جنيه بزياده 1 مليار جنيه. زياده العلاج على نفقه الدوله زياده 36% ليصبح 6.7 تقريبا مليار بدل من 5.6 مليار جنيه. تاني، العلاج على نفقة الدولة 6.7 مليار بدل من 5.6 مليار. دعم الإسكان الاجتماعي، وحضراتكم في السنوات اللي فاتت شفنا كثير من المنشآت الخاصة بالإسكان الاجتماعي والناس اللي كانت عايشة في أماكن خطرة والناس اللي عايشة في العشوائيات وفي العشش دلوقتي بقى بيعيشوا في مكان راقي جدا فيه كل الخدمات و دعم الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل السنة دي 3.9 مليار جنيه. القضاء على العشوائيات زي ما أنا قلت من شوية والأماكن الخطرة، حضراتكم إحنا شايفين الكلام ده على أرض الواقع. زيادة دعم موازنة التعليم اللي حضراتكم شايفينه ولمسينه بأبنائكم حضراتكم المصريين 100 مليون، إن إحنا بنحاول نطور في التعليم وإن شاء الله هننجح بإذن الله تعالى إن إحنا نطور في هذا التعليم. هذا البند وصل ل 134 مليار جنيه،
زمان 134 مليار جنيه ده كان رقم خيالي، ما كانش بيتحقق او ما كانش بنفكر اساسا ان احنا نوصل له. بند مهم جدا وهو صحة الانسان المصري وزيادة دعم الصحة اللي وصل ل 124 مليار جنيه. وزي ما حضراتكم عارفين وشايفين انه المشروع الخاص بالتأمين الصحي ابتدى من امبارح في بورسعيد، التأمين الصحي الشامل اللي بنتمنى في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله تعالى ان احنا يبقى عندنا تامين صحي نفخر بيه امام الدول كلها، ان اي مواطن مصري ايا كان مهما كان هو مش قادر يقدر يخش على اي مستشفى يقول لهم عالجوني ببلاش في كل حاجه. وان شاء الله هنوصل لده، وعندنا خبر برضو في الاخبار بيتكلم عن هذا الموضوع. زيادة الحد الأدنى للأجور اللي وعد بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنك أنت أقل واحد في جمهورية مصر العربية في الحكومة المصرية مش هياخد أقل من 2000 جنيه، بدل من كام؟ من 1200 جنيه. طبعًا ده في الموازنة وصل ل 301 مليار جنيه. زيادة دعم علاوة أصحاب المعاشات، أصحاب المعاشات اللي قررنا إن احنا نزودهم 15%. وحد الأدنى يوصل ل 900 جنيه بدل من 750 جنيه. ليصل الموازنة في الموازنة إلى أصحاب المعاشات 82 مليار جنيه. كل ده احنا بنحاول كمصريين ويا مصر يعني إن احنا بنحاول قد ما نقدر إن احنا نوصل لمستحق الدعم، اللي هو نقدر نوصل للإنسان الحقيقي اللي فعلا لازم ندعمه ونحاول نساعده ونحاول نوفره تأمين، نوفره تعليم كويس، صحة كويسة، إنه معيشة كويسة، تكافل وكرامة كويسة، يعيش في شقة كويسة، يعيش يقدر يتنفس هواء نقي ويبقى حاسس بأن هو الدولة واقفة جنبه، بدل ما كان زمان الإخوان الإرهابية كانوا بعض الأحيان يزعزعوا ويحاولوا يقفوا جنب الفقراء وياكلوا دماغهم باسم الدين. ده بكل صراحة شديدة كان بيحصل للأسف الشديد. فمصر بعد 30/6 فاقت من حاجات كتير قوي وعرفت قد إيه إحنا لازم نقف جنب الشعب المصري الحقيقي اللي هو واقف ومستحمل بقاله سنين دلوقتي من بعد 30/6 الإصلاح الاقتصادي. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على فكرة طول الوقت بيقول هو البطل الحقيقي اللي هم المصريين، اللي هيخلوا مصر بإذن الله تعالى تبقى من أهم الدول العالم بإذن الله تعالى، بوجود الغاز، بوجود البترول، بوجود الطاقة الشمسية، بوجود قناة السويس، بوجود المنطقة الصناعية في قناة السويس، بوجود الاستثمارات الروسية والصينية و فاحنا بنحاول نرشد ونقول البند ده ممكن نقلل منه ونحاول قد ما نقدر نوفر وندعم بند آخر، وده اللي احنا بنحاول نعمله. بند مهم جدا بعد اذنك يعني قبل ما ادخل على الاخبار، زيادة دعم السلع التموينية والبطاقات التموين، ان احنا بنحاول نزودها واللي يبقى المستفيد منها 76 مليون مواطن مصري. حاجة اخيرة في هذا الموضوع، مش يعني في بعض الناس اللي بتكره مصر وبتكره التطور اللي بيحصل في مصر يقول لك خلي بالك هيغلوا الرغيف العيش. لا، مفيش مش هنغلي رغيف العيش ولا هنزود سعره، الدعم زي ما هو رايح. احنا بنوفر في منطقه معينه عشان نزود في بنود اخرى. لبن الاطفال، العلاوات اللي حضراتكم 7% و10% للمخاطبين بالخدمه المدنيه والغير مدنيه، وال التأمين الصحي، توصيل الغاز الطبيعي. أنا في بيتي حضراتكم جاء قال لي إحنا حضرتك دفعت المفروض العقد يعني إنك أنت تدخل الغاز حضرتك عندك البيت؟ قلت له والله ما أنا فاكر هشوف وأرجع لك تاني وكده يعني. فقال لي حضرتك كده كده إحنا الماسورة هنخرمها لغاية المطبخ ونوصلها. عملت عقد؟ ما عملتش عقد، إحنا هنوصلها. وبعد كده بقى تعاقد إن شاء الله عشان يدخل لك الغاز في البيت، فكل بيوت مصر إن شاء الله هيبقى فيها غاز. مش هتكلم اكتر في كده في هذا الموضوع، لكن عندنا فقرة خاصة بهذا الموضوع هيكون فيها الدكتور صلاح هاشم استاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، هنتكلم اكثر عن هذا الموضوع الهام. وعندنا فقرة تانية طبعا هنتكلم فيها عن
كاس الامم الافريقيه والمنتخب المصري، وقد ايه المنتخب المصري وصل ان شاء الله الدور ال 16، ومين الفرق والمنتخبات اللي هتطلع الثمانيه اللي هيطلعوا من كاس الامم الافريقيه، ومين ال 16 اللي هم هيخشوا الدور ال 16 باذن الله تعالى. هنتكلم اكثر مع ضيفي في هذا الموضوع الكابتن ضياء عبد الصمد، لاعب الاهلي السابق والمدير الفني الحالي لنادي الداخليه. حضراتكم اسمحوا لي ان احنا نخش على الاخبار، والاخبار فيها حاجات متنوعه وكثيره وهامه جدا. السيد الخبر الاول، السيسي يستعرض مستهدفات الموازنه الجديده للعام المالي 2019-2020. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول عرض مؤشرات الاداء المالي لسنه الماليه المنتهيه 2018-2019 ومستهدفات الموازنه الجديده للعام المالي 2019-2020. واظهرت المؤشرات الماليه المبدئيه للموازنه العام المالي المنتهي 2018-2019 تحسنا كبيرا على أكثر من صعيد، حيث ارتفع معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4%. بدل ما أقعد أقرأ كده، خلينا نشوف هذا التقرير الهام اللي بيشرح أكثر عن الموازنة الجديدة واجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوزارة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018-2019 ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالاستمرار في التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل بما يعزز التحسن المتواصل في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلا عن تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في المجتمع. وفيما يتعلق بموازنة العام المالي الجديد 2019-2020، أشار السيد وزير المالية إلى أن مصروفاتها تصل إلى حوالي 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي، كما تشمل الموازنة الجديدة زيادة غير مسبوقة في مخصصات التنمية البشرية خاصة التعليم والصحة. بفضل الله المؤشرات الاقتصادية بتقول ان مصر واحدة من اهم الدول اللي فيها نمو اقتصادي مبهر في مقارنة بأي مكان تاني، أو مقارنة على الأقل بكل دول أفريقيا. وعلى فكرة مش إحنا بس اللي بنقول كده، المؤسسات الدولية وكل رجال الأعمال اللي موجودين في أي حتة في الدولة في العالم بيتكلم عن هذا النهضة الاقتصادية اللي بتحصل في مصر. يا رب يبعد عننا ولاد الناس اللي مش كويسين، اللي عايزين الشر لمصر، ويزيد ويبارك لنا في اقتصادنا إن شاء الله. الخبر اللي بعد كده، حصاد مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين في اليابان. في البداية الأسبوع الحالي شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة مجموعة العشرين باليابان، واللي بيشارك فيها رؤساء كبرى الدول بالعالم. وخلال مشاركة الرئيس كان لديه نشاط مكثف للغاية، بداية من حضور قوى باجتماعات مجموعة العشرين وإلقاء كلمة تعبر عن شواغل القارة الإفريقية باعتبار مصر رئيس الاتحاد الأفريقي. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد نحو 7 لقاءات كان أبرزها مع بوتين وميركل ورئيس وزراء اليابان وإيطاليا، قمة رؤساء الوفد المشاركة بجانب قمتين أفريقيتين مصغرتين ولقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال الياباني. أيضا عندنا تقرير خاص بهذه الزيارة الهامة. وعلى فكرة في اللقاءات دي قمة العشرين كثير من المحللين بيقولوا، كلهم بيقولوا
ويشيدوا بنجاح الاقتصاد المصري اللي احنا كلنا لسه بنتكلم عنه في الفيديو اللي فات. هنشوف هذا الفيديو الخاص بقمة العشرين ونرجع تاني. من مصر إلى اليابان، حضور رئاسي يليق بدور مصر الإقليمي من موقع رئاستها دول الاتحاد الإفريقي. استهل فيها الرئيس السيسي زيارته بلقاء رئيس الوزراء الياباني في مباحثات تناولت آفاق التعاون في العديد من المجالات. كما شارك الرئيس في قمة إفريقية تنسيقية مصغرة لتحقيق المصلحة المشتركة لدول القارة الإفريقية. تلتها القمة الإفريقية الصينية تعزيزا للعلاقات بين الصين وإفريقيا. وجاءت لقاءات الرئيس مع عدد من القادة والمسؤولين لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية والتشاور في القضايا محل الاهتمام المشترك. زيارة شهدت نشاطا مكثفا من أجل أفاق أرحب للتعاون والشراكة مع مختلف دول العالم لينعكس صداها على وطننا مصر وقارتنا الإفريقية. حضراتكم عندي الخبر الثالث، وهو الحكومة حوافز تحويل المركبات للغاز وتوسع بالمحطات على مستوى الجمهورية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا لمتابعة إجراءات تحويل مركبات النقل الجماعي من البنزين إلى الغاز. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات من الرئيس بأن تكون هناك برامج من البنك المركزي وكذا جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تحويل سيارات النقل الجماعي إلى وجه الخصوص على وجه الخصوص للعمل بالغاز الطبيعي. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا دولة مستوردة لمنتجات البترولية سواء البنزين أو السولار، ولكن أصبح لدينا إنتاج ومخزون كبير من الغاز، ولذا يجب أن يكون لدينا برنامج واضح للاعتماد سيارات النقل الجماعي الميني باص والميكروباص وكذا التاكسي. فبنحاول إن احنا نقلب من منتجات بنستوردها ونخسر دولارات عشان نستوردها لموضوع الغاز اللي احنا الحمد لله بقى عندنا فائض منها. وفي نفس الوقت على فكرة في موضوع توصيل الغاز للبيوت، ان احنا يبقى بنستخدم الغاز مش المنتج الغاز اللي هو الأنبوبة الغاز. المالية تعلن تقديم صرف مرتبات موظفي الدولة ل 14 يوليو الجاري. أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء تقديم صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الشهر الجاري اليوم 14 يوليو لنحو 6 ملايين مواطن بالجهاز الإداري للدولة يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية. وأكدت وزارة المالية أن موعد تقديم صرف الرواتب يسري على أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وذلك بمناسبة بدء العمل بمنزلة العام المالي الجديد 2019-2020 وتيسيرا على العاملين بالدولة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والعام الدراسي الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وعيد إن شاء الله كمان كام يوم كده لعيد الأضحى. وكانت وزارة المالية قد قررت زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة تبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الأنفاق الحكومي، وذلك أيضا تيسيرا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للأجهزة الإدارية بالدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وحفاظا على التدفقات النقدية للدولة. فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما في حكمها
وما يتقاضاه العاملين بداية من اليوم 24 وحتى 28 من كل شهر. إقبال كثيف على التسجيل في منظومة التأمين الصحي ببورسعيد. ألف مبروك للشعب المصري. تطبيق المنظومة الخاصة بالتأمين الصحي التجريبية في محافظة بورسعيد. أكد الدكتور أحمد حماد المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل على أن عمليات التسجيل للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشاملة بمحافظة بورسعيد تسير بشكل منتظم في الوحدات الصحية، متابعا هناك إقبال منقطع النظير على التسجيل بالمنظومة الجديدة للحصول على الخدمة، مشيرا أن تجاوب المواطنين مع النظام المعمول به. وقال المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي: لدينا 14 وحدة صحية وست مراكز تستقبل المواطنين منذ الساعة الأولى من الصباح يوميا، مضيفا أنه يوجد 8 مستشفيات تعمل على استقبال الحالات المحولة من جانب الوحدات. وأضاف الدكتور أحمد جاد: بدأنا بعدد من المستشفيات في المحافظات عمليات التشغيل التجريبية، وباقي المستشفيات ستدخل تباعا في المنظومة. معنا تليفون. طيب معانا مكالمة مع الدكتور أحمد حماد المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور. الدكتور أحمد حماد. الدكتور أحمد حماد. الدكتور أحمد حماد. طيب هنحاول نتصل بالدكتور أحمد حبات المنسق التنفيذي مشروع التأمين الصحي ثانيا. إقبال زي ما بيقول الخبر كثيف جدا من المواطنين، نتمنى بإذن الله تعالى التوفيق في هذا المنظومة اللي بدأت في محافظة بورسعيد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى حتى يعني هتخش في كل محافظات مصر. ولكن بس عشان نبقى عارفين وفاهمين كويس قوي إن المنظومة دي هتاخد سنين عشان نوصل إن احنا في الآخر بإذن الله تعالى تبقى جمهورية مصر العربية مغطاة بالتأمين الصحي لكل المواطنين المصريين. رجع لنا الدكتور أحمد حماد المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي. الدكتور أحمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك يا فندم؟ ألف مبروك في البدء في المنظومة الخاصة بالتأمين الصحي في محافظة بورسعيد. طمني على الإقبال بعد إذنك، وكثير من المواطنين المصريين بيقولوا اشمعنى بورسعيد اللي ابتديتوا فيها؟ طبعا يا فندم انا بشكر حضرتك على المداخله، وحضرتك اتحت لنا الفرصه نكون مع حضرتك، وبشكر حضرتك على المتابعه المستمره طبعا من عند حضراتكم، والجهد الكبير اللي الاعلام كله قايم بيه معانا يا فندم، والتوعيه المستمره للتامين الصحي والمنظومه الجديده يا فندم معانا. اتفضل يا فندم. دي حقيقه. طبعا يا فندم مدينه بورسعيد او محافظه بورسعيد هي محافظه ذات طبيعه ذات طابع حضري ذات مدينه واحده زي ما حضرتك عارف، عباره عن احياء داخليه ومدينه بورسعيد طبعا يا فندم اللي هي برضه زي طابع حضري. كان طبعا بعد دراسه الكثافه السكانيه بتاعتها كدراسه الوضع او انتشار الامراض فيها، عملنا دراسه مكثفه على اختيار المحافظه، وبالفعل وجدنا ان دي هتبقى انسب محافظه نقدر نقوم بيها في المنظومه في الاول، بحيث ان احنا في اول بدايه تطبيق المنظومه هيكون هتواجهنا شويه تحديات زي ما حضرتك عارف وجميع الساده المستمعين والمشاهدين عارفين ان هيبقى فيها شويه تحديات. عشان نقدر نكوب او نتواصل بشكل فعال ودائم مع تلك التحديات، كان واجب علينا ان احنا نكون في محافظه نبدا فيها بشكل فعال، نقدر نعرف نكون على نطاق واسع فيها، ونبدا ندرس احتياجات تلك المحافظه. بدا يا فندم من خلال دراسه مكثفه للمحافظه، جيو مابنج، توزيع المنشات الصحيه داخل المحافظه، توزيع الكتله السكانيه داخل المحافظه، توزيع الامراض وانتشار والكثافه للامراض داخل المحافظه. دكتور احمد حضرتك مما لا شك فيه بما ان احنا داخلين على هذه المنظومه الجاده جدا في التامين الصحي واللي بتحصل لاول مره في تاريخ مصر، واللي كل بلاد العالم بتحاول توصل لهذه المنظومه وبتعمل مجهود كبير عشان توصل لهذه المنظومه مش بس احنا. حضرتك احنا الهدف الرئيسي ان احنا الانسان اللي في المواطن المصري الحقيقي اللي هو مش قادر ان هو يدفع مصاريف علاجه، هو ده الهدف الرئيسي ان احنا نوصل له. طبعا يا فندم انا عايز اقول لحضرتك منظومه التامين الصحي الشامل هي منظومه متكامله، منظومه تم اصدارها وتم خروجها للمواطن المصري عن طريق قياده سياسيه حكيمه
تدعم ملف التأمين الصحي، ملف التأمين الصحي الشامل كملف أحد أهم اهتمامات القيادة السياسية اللي هو داخل ملف الصحة للمواطن. ملف الصحة للمواطن اللي هو أوريدي موجود معانا في أحد أهداف استراتيجيات أهداف خطة مصر 2030 يا فندم، رؤية مصر ل 2030 اللي بتدعم الأهداف التنمية المستدامة أو الـ SDGs، أحد برضو اللي بينص عليه دستورنا المادة 18 في الدستور، الحق في الصحة لجميع، الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين بجودة موحدة وجودة ومعايير جودة ممتازة. الهدف الرئيسي من تسجيل المواطنين في محافظة بورسعيد وما بعد ذلك، يعني انا خلاص العيله خلاص ابقى سجلت اسمها في التامين الصحي، ايه الخطوه اللي بعديها على طول؟ هو حضرتك التسجيل ده يا فندم مش تسجيل اسم وحضرتك والمواطن بيغادر المكان، لا يا فندم، حضرتك المواطن بيتجه، المواطن او رب الاسره او صاحب الملف اللي هينشا بيه الملف العائلي بيتجه يا فندم هو اسرته بالكامل، يبدا يسجل بياناته ويبدا يتم تاكيد البيانات الخاصه بيه، بعد كده يا فندم بيتم دراسة عمل فحص كامل لجميع الأفراد أو الأفراد المتواجدين داخل الوحدة أو المركز في اليوم ده، وبيتم يا فندم من خلالها فحص طبي شامل، فحص لجميع الفايتال ساينز بتاعته، جميع المعايير، جميع اللاب تيست اللي هو زي اللي هو معمل فحوصات معملية، صورة دم كاملة، بيتم فحص يا فندم، نشيله يا فندم ملف طبي عندنا في المنظومة المميكنة بتاعتنا. وهذا الفحص بيكون ببلاش ولا في رسوم بتحصل؟ ضمن يا فندم تصريحات معالي الوزيره الفتره الانتقاليه دي حتى يتم جمع الاشتراكات من قبل هيئه التامين الصحي الشامل او هيئه التمويل حتى 1/9، جميع الفحوصات وجميع التعاملات هتكون بشكل مجاني يا فندم تبع وزاره الصحه يا فندم. يعني طبعا بحكم القانون بتقوم بقياده بتنسيق واداره المرحله الانتقاليه دي طبقا للقانون يا فندم. دكتور احمد حمادي منسق التنفيذ مشروع التامين الصحي، كل التوفيق يا فندم لهذه المنظومه باذن الله تعالى، واحنا مستوعبين كويس قوي ان هذه المنظومه لاول مره بتحصل في مصر مع عدد سكان كبير، فاكيد بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بنشوف ايه الاخطاء هنا ممكن يحصل هنا ايه، عايزين نوصل لافضل السبل او الصور لان شاء الله التامين. شكرا لحضرتك يا فندم. بدء تركيب وتعميم الملصق الالكتروني للسيارات بوحدات الترخيص بالمرور، الملصق ده حضراتكم هيبقى ملزوق كده على زجاج السياره. وجهت الاداره العامه للمرور حملات مروريه مكثفه على الطرق والسريعه للحد من المخالفات المروريه وضبط مرتكبيها في ظل كثافات تشهدها هذه الطرق في موسم الصيف. وتنتشر الاقوال الامنيه على امتدادها لرصد الكثافات والاعطال وسرعه التعامل معها عن طريق سيارات الاغاثه المروريه المجهزه لذلك والمصاحبه للاقوال. وبدات وحدات المرور في تركيب الملصقات الالكترونيه على الزجاج الامامي للمركبات عند الفحص، حيث يتضمن معلومات دقيقه من السياره تتيح للاجهزه الامنيه المعنيه حصر أماكن الكثافات والتعامل معها وسرعة استرداد المركبات المبلغة بسرقتها وسداد الرسوم على الطرق سواء المخالفات أو عبور البوابات إلكترونيا عن طريق رسائل نصية تصل إلى قائد المركبات. هنشوف حضراتكم فيديو يشرح أكتر هذا الخبر الهام واللي أكيد هتبقى نقلة جديدة في تاريخ مصر في هذه المنظومة الجديدة في المرور المصري. نشوف الفيديو. هذه واحدة من الحملات المرورية التي توجهها الإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة على مستوى الجمهورية للحد من المخالفات المرورية وضبط مرتكبيها في ظل كثافات تشهدها هذه الطرق في موسم الصيف. وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور تستهدف تكثيف الخدمات المرورية اليومية على الطرق السريعة كلها مستوى مستوى الإدارة العامة للمرور، خاصة الطرق بتؤدي إلى الأماكن السلاحية. نستهدف في حملاتنا المخالفتين الجسيمتين اللي هم تجاوز السرعة المقررة وحماية المخدرات.
تحقيق مزيد من الانضباط المروري على الطرق. لا تكتفي الإدارة العامة للمرور بحملات عليها فقط، وإنما هناك أقوال أمنية على امتدادها لرصد الكثافات والأعطال وسرعة التعامل معها عن طريق سيارات الإغاثة المرورية المجهزة لذلك والمصاحبة للأقوال. الهدف منها بس طمأنينة في نفوس المواطنين، بيكون مصاحب لهذه الأقوال الأمنية سيارة الإغاثة المرورية في حال تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغ بوجود أي أعطال أو لا قدر الله بوقوع أي حادث تكون بتوجه ليها في أقرب وقت. الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 4329 مخالفة، منها 1777 تجاوز سرعة و28 قيادة تحت تأثير المخدر. وحدات المرور بدأت في تركيب الملصق الإلكتروني على الزجاج الأمامي للمركبات عند الفحص، حيث يتضمن معلومات دقيقة عن السيارة تتيح للأجهزة الأمنية المعنية حصر أماكن الكثافات والتعامل معها وسرعة استرداد المركبات المسروقة وسداد الرسوم على الطرق سواء مخالفات أو عبور البوابات إلكترونيا عن طريق رسائل نصية تصل إلى قائد المركبات. الملصق الإلكتروني يعتبر حاليا إجراء من إجراءات ترخيص السيارة أثناء مرحلة الفحص الفني. عقب الانتهاء من الفحص بيتم تركيبه لجميع السيارات اللي تم فحصها. تهيب وزارة الداخلية بالسادة المواطنين توجه لوحدات الترخيص لاستخراج الملصق الإلكتروني بغض النظر عن ميعاد انتهاء الرخصة. حق المواطن في أي وقت يتقدم للوحدة لاستخراج ملصق إلكتروني الخاص بسيارته. كل ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح، مع التيسير على المواطنين بالاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة لإدارة الحركة المرورية بما يرفع من مستوى السلامة والانضباط على الطرق. الحقيقة أنه مصر بتفتح كل الملفات الخاصة بنمو مصر وتنمية مصر في كل حاجة في كل المجالات، وطبعا أكيد 100% واحد من أهم المجالات طبعا وهو اللي حضراتكم طبعا شفناه في السنوات الماضية هو تسليح الجيش المصري وتدريب الجيش المصري وتسليح الشرطة وتجهيز كل ما نملكه من إمكانيات إن احنا نقدر ندعم الجيش المصري والشرطة المصرية، لأن هي بكل بساطة شديدة هي البطل الأول والأخير في إن احنا نعيش سالمين ويبقى عندنا تنمية واقتصاد و و و و. مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك رمسيس 2019 في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. انطلقت فعاليات التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي رمسيس 2019 بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا، والذي يستمر لمدة أيام بجمهورية مصر العربية. يشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية شارل ديغول والمجموعة القتالية المصاحبة لها وعناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز رافال والهالي المسلح. ويشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقاطات ولنشاط الصواريخ الحديثة وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز F-16 المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز رافال. تحية كبيرة جدا طول الوقت وطول العمر للجيش المصري والشرطة المصرية اللي بتحفظ أمن مصر، وتحية كبيرة أيضا للشهداء اللي بيضحوا بروحهم عشان مصر يبقى فيها بقى قمة أفريقية وقمة ألمانية وقمة أمريكية وقمة، ويبقى فيها احتفاليات اللي احنا بنحتفل بيها ومبسوطين بيها هو كأس الأمم الأفريقية، وعدد 24 دولة 23 دولة موجودين في مصر بيشجعوا الفرق بتاعتهم. طبعا الفقرة الجاية هتتكلم عن كأس الأمم الأفريقية، وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا المجموعات اللي هم الست مجموعات اخرهم النهارده، وبناء عليه هنبتدي نعرف مين الثمان فرق اللي هتطلع من كاس الامم الافريقيه، ونبتدي بقى بالدور ال16 وال16 فريق اللي هيخشوا باذن الله من ضمنهم منتخب مصر. الفقره الجايه اللي هنتكلم فيها عن كاس الامم الافريقيه بشكل عام وعن المنتخب المصري والثلاث ماتشات اللي لعبهم في الفترة اللي فاتت. الكابتن ضياء عبد الصمد لاعب الأهلي السابق والمدير التنفيذي الحالي لنادي الداخلية. فاصل وراجعين حالاً.